على بعد يعني بعد وقت قصير من تأهل فريق الوداد الرياضي للمباراة النهائية نتاع الشامبيونز ليغ، لابد أننا نهنئ فريق الوداد الرياضي والجمهور تاع فريق الوداد والجمهور الرياضي المغربي. المشاركة نتاع الفريق نتاعنا الوطني لأقل من 17 سنة، الكل أجمع على أنها مشاركة متميزة، توجت بالتأهل إلى كأس العالم إن شاء الله في نوفمبر المقبل. هذه الدينامية الإيجابية التي تعرفها كرة القدم، الفضل يرجع بالأساس إلى الرؤية الاستراتيجية نتاع سيدنا الله ينصره، لهذه منذ 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات، يعني سهر على الانطلاقة والتمويل نتاع الأكاديمية نتاع محمد السادس، سهر عليها شخصيا، وهي اليوم كتعطينا 7 نتاع اللاعبين الفريق الوطني لأقل من 17 سنة ولاعبين آخرين متميزين. وانتم شفتوا المنتخب الأول اللي شارك في قطر وتأهل نصف النهاية، كانوا 4 اللاعبين منتوج الخالص لهذه الأكاديمية، لأكاديمية محمد السادس. كل هذا العمل وهذه الدينامية كما قلت بالرؤية الاستراتيجية، بالتصور الاستباقي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نجني بعض ثمارها اليوم، والباقي إن شاء الله سيكون أفضل. سنجني ثمار هذه الرؤية الاستراتيجية لسيدنا الله ينصره، والعمل سيتواصل. الفريق الوطني لعب يعني بكل ما تتطلبه كرة القدم اليوم من ظروف وشروط، الروح الرياضية العالية، الانضباط، كانوا خير سفراء لبلد عظيم، بلد تتجدر حضارته في أكثر من 12 قرن سابق، يقوده ويسطر استراتيجية نموه ملك عظيم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أول حاجة احنا فرحانين بالرئيس اللي كي عند الشجاعات ديالو، وحنا هادشي فرحانين به بزاف الحمد لله. كنشكرو سيدنا الله ينصرو، كنشكرو سيد الرئيس على هاد المجهودات هادي كما التشجيعات، كنشكرو المؤثرين ديالنا. الحمد لله حنا درنا مجهودات وتقاتلنا باش نديرو اللي علينا، والحمد لله حنا فرحانين بزاف. شكرا لجميع الجماهير المغربية. كيفاش الاحساس ديالك وانت كتسجل هدف في الراس على منتخب السنغالي؟ الحمد لله انا فرحان بهاد التجربه هادي اللي دوزت مع المنتخب، وحنا كنا تنتابزو على الترافو ديالنا، والحمد لله فرحانين بزاف هادشي. لا تنظن ان المحصله كانت ايجابيه اذا خدينا بعين الاعتبار يعني الاهداف اللي كانت مسطره، وهي في المقام الاول كانت تاهل كاس العالم، ثم الذهاب ابعد نقطه في البطوله. الحمد لله انه استطعنا اننا نلعبوا مباريات كامله، وهذا كان هدف يعني مهم بالنسبه للاعبين في هذه المرحله ديال التكوين. وفيما بعد كان الجانب الاخر او لا ديمونسيون اخرى اللي هي المعطى الاخلاقي، كان مهم ان الشاب المغربي يمرر الرسائل ديال القيم ديال المجتمع الوطني المغربي، قيم ديال التسامح، قيم ديال الاخلاق العاليه. وتنظن انه قدرنا نمزجوا بين الشيئين، اننا نكونوا جيدين على ارضيه الملعب وجيدين في تصرفاتنا وفي اخلاقنا، وهذه اهداف الحمد لله وصلنا لها بفضل الدعم ديال شرائح المجتمع كله، وبفضل الدعم ديال سيدنا يعني نصره الله اللي يعني موفر التجهيزات خصوصا والامكانيات كلها لخدمه الشاب المغربي، وايضا المجهودات ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. فتنظن ان تضافر الجهود والدفع اتجاه واحد بدات يعطي الثمار ديالو، وتنتمناو اننا نستثمر في هذه النتائج هذه اللي مرحليه باش تولي استمراريه ديال التواجد ديالنا في المحافل. يعني تنذكروا كنا يعني المشاركه ديال المنتخب الوطني في مونديال قطر والدفعه اللي عطى، نتمنوا انه ان شاء الله الجهود ما تهبطش، ونبقاو في العمل كل من موقعه، يعني كاع المتداخلين في المنظومه، من اعلام، من جمهور، من مسؤولين على مستوى الانديه، على مستوى العصاب، على مستوى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم،
لانه بدون عمل جماعي صعب انك تحقق نتائج. هو تشريف، تشريف في المقام الاول لهذه المجموعه ومجموعه العمل كلها ماشي الشخصي، وتكليف ايضا لانها مسؤوليه كبيره، لانه طموحات دائما تتكبر، فهذا غيعطينا دفعه كبيره، لانه انك تحظى باتصال من صاحب جلاله هذا ماشي شيء اللي تيحدث كل يوم. نتمنى انه اننا نكونوا على قدر المسؤوليه في المناسبات القادمه ان شاء الله، ونفرحوا لا جلاله الملك ولا الشعب المغربي اللي كان يعني بتواصل كبير مع المجموعه، والتفاعل ديالو الجميل يعني كان تيوصل الاصداء ديالو للاعبين، وهذا من الاشياء اللي ساعدت ايضا باش نظهروا بديك الروح اللي كانت روح كبيره بالنسبه للوليدات في ذاك السن. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.